مش تبقى بابا، مش بابا، لا لا مش 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 بابا. يا لا كابتن سيد، كابتن سيد، كابتن احمد، مساء الفل يا كابتن سيد. الله يكرمك احنا لسه ما ركبناش الطياره. قال لك مش بابا طبعا. شفت لا لا عادي يا كابتن، انا مش عايزه يبقى بابا، انا بهدي، بابا انا بهدي، انا بهدي النفوس يا كابتن سيد. حبيبي يا كابتن سيد، مبروك يا كابتن سيد. انا عارف انه سيد ده يعني عمر ده مشروعك، وكنت بتحلم قد ايه انه يبقى موجود في اوروبا، وكان حلمك نادي ريال بيس. لكنه طمني يعني، التفاوض اتجدد ازاي؟ بلغت عمر ازاي؟ رد الفعل عليك كان عامل ازاي؟ والله الحمد لله كابتن، يعني من اول يوم الناس بصراحه اتعاملت بشكل كويس. اول ما عمر راح فتره المعايشه هناك وقعد، وهم قرروا ان هم خلاص عايزين يكملوا الصفقه دي. وبعد حتى ما عمر اتعور، انا جالي مسج المسؤول ميجيل، المسؤول عن قطاع الناشئين موجود هناك، قال لي احنا مكملين ومفيش اي مشكله، واي لعيب كوره معرض ان هو يتعور، وده شيء طبيعي في الكوره. فانا انبسطت جدا بصراحه، ويعني حسيت ان هي حاجه كويسه بس. وكملت من بعدها، يمكن الموضوع كان مستني شويه لحد ما عمر يوصل 18 سنه. هو يوم 14/10 وصل، تم 18 سنه فعلا. وكان التفاوض الحمد لله، يعني من اول يوم كابتن خطيب، يعني كان مفاوض امير. اعتقد يا كابتن سيد انه النادي الاهلي برئاسه الكابتن خطيب حريص جدا على مصلحه ابنائه. وانا كنت حتى بقول لك وقع يا سيد العقود ما تقلقش، لانه النادي عمره ما هيتاخر عن صالح حد من ابنائه، لو تتذكر الحوار اللي دار بيني وبينك. والحمد لله كابتن، يعني ما فيش اي حاجه. احنا حتى ما وقعنا على العقود بتاع عمر، وقعنا للنادي الاهلي على بياض، لان انا احنا ارتباطنا بالنادي كابتن، انا كنت بقولها حتى قبل ما عمر يمضي، ارتباطنا بالاهلي مش هو موضوع عقد خالص. يعني مش هو موضوع عقود، بدليل قبل حتى ما عمر يوقع، انا كان في زوم ميتنج من ميجيل اللي هو المسؤول عن ريال بيتيس في التفاوض، وكان امير توفيق. يعني ما انا لو كان في حاجه في دماغي عمري ما كنت هخلي المحادثات دي تتم. فهو امير توفيق شاهد، وبرده في نفس الوقت يا كابتن احمد انا لازم اشكر اثنين، لان انا بشوفهم مظلومين جدا في السوشيال ميديا السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت جوه النادي. وبامانه الناس جايه عليهم، بس انا شفت فيهم ان هم بيدوروا على حق الاهلي اولا في اي موضوع بيدخلوه او اي صفقه بيتم التفاوض عليها. وهم امير توفيق وحسام غالي. بامانه الاثنين دول من اهم الناس اللي انا اتعاملت معاهم في قصه عمر، ومن اهم الناس اللي هم ساعدوا ان النادي ياخد حقوقه كامله. النادي الحمد لله عامل عقد محترم، يعني كل شويه هل هل, هل ممكن نعرف محترم. هل ممكن نعرف شويه من العقد؟ يعني بعيدا عن التحصيل يا كابتن، يعني كل ما عمر يبقى موجود هناك النادي هيدخل له فلوس كويسه، يعني ممكن تعدي مبلغ كبير. النادي عنده، طب انا اقول لك المعلومات اللي عندي، قول لي صح ولا غلط. يعني معلوماتي انه اول ما يوقع الاهلي هيدخل له 250 الى 300000 دولار، وكل مباراه تقريبا بتوازي حوالي 100000 دولار. صح انا كده ولا انا غلطان؟ لا يعني ممكن كل 10 مباريات كل مبلغ معين. كل 10 متاسف، كل 10 مباريات حوالي 100000 دولار، ده مع الناشئين تقريبا كده. صح كده؟ نعم. وعلى المرور بقى السنين ونسبه اعاده بيع عاليه جدا، يعني يكاد اول مره تتعمل في تاريخ النادي اعاده البيع تبقى عاليه بالشكل ده. الاولويه للنادي الاهلي لو في تفاوض مع نادي خارجي، كل حاجه فيها النادي الاهلي جزء كبير منها. حلو يعني جدا. العقد يعني لمصلحه الاهلي اولا، وبعد كده لمصلحه عمر وريال بيتيس. يعني النقطه الاهم ان احنا مبسوطين كمان خدتين ان عمر طالع وهو كبير من النادي، يعني هو حتى صحيح. عمر ما لعبش. وانا قلت لك من الاول برضو ان الكابتن الخطيب حريص جدا جدا انه ولادنا يبقوا محترفين، وموهبه زي عمر لازم تكون موجوده في اوروبا. يعني ان شاء الله يا كابتن، يعني واحنا انا زي ما بقول لحضرتك كان شرف كبير جدا التعامل في الصفقه دي كلها، سواء مع كابتن خطيب او حسام غالي او امير توفيق. الثلاثه بصراحه وقفوا معانا وقفه كويسه. والحمد لله يعني عمر مكمل لحد يناير في النادي، ومن اول يناير ان شاء الله موجود. طب خلي من اول يناير خلاص موجود هناك ان شاء الله. طب عمر عايز تقول ايه بس لبابا عشان انا عايز اكمل معاه بقى؟ لا انا عايز اشكره، مش عايز اشكر هو بس، انا عايز اشكر بابا وماما واختي واخويا وخلاني وجدي وجدتي، لان دول كانوا دافع كبير قوي ليا ان انا يعني اللي هو ابقى نفسيا حتى قبل ما ابقى كويس عامه كرجلي وكعضلات وكده، ابقى نفسيا انا كويس. يعني انا عايز اشكره جدا
على مساعدته ليا وعلى وقوفه جنبي وفي ظهري، وعايز اشكر مامتي وعايز اشكر اختي واخويا وعيلتي كلها، علشان دول كانوا دافع كبير قوي ان انا يبقى نفسيتي حتى كويسه. نعم. ان هم رجعوني تاني اللي هو ان انا مبسوط وان كويس وان انا عادي، الاصابه دي بتيجي للناس كلها. نعم. وكده. بس. بالتوفيق يا عمر ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا.